وينضم الينا من القاهره استاذ علاء فاروق الخبير بشؤون اسيا الوسطى وروسيا. استاذ علاء اهلا وسهلا. الرئيس المصري يختار الصين ليزورها بعد دول افريقيا والشرق الاوسط، او اول دوله بعد اي دوله افريقيه والشرق الاوسط الصين وليس الولايات المتحده، ما الذي يعنيه هذا؟ هذه الزيارة لها دلالة واضحة أن مصر الآن تعيد رسم سياستها الخارجية على ما يتفق مع مصلحتها السياسية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها. هذا أيضا دلالة كبيرة أن الرئيس مرسي يولي أهمية كبيرة لدولة كبيرة مثل الصين، لها وضع دولي واقتصادي كبير جدا في المجتمع. هي إشارة أيضا للمجتمعات الغربية أن مصر الآن ليست قابلة أن تتعرض لضغط غربي أو ابتزاز خليجي، هي الآن أصبحت تسير في طريقها في مشروعها الكبير الذي وضعه الرئيس أو وضعته بعض الجهات الخبراء في مصر. والصين ستكون إحدى الشركاء الأقوياء في مشروع نهضة مصر لا سيما الوضع الاقتصادي. أستاذ علاء، البعض يرى العكس تماما في قضية الذهاب إلى الصين بالنظر إلى أنه قيل أن ذلك يعني بداية لفرض ضغوط من جانب مصر أو محاولة لفرض ضغط من جانب مصر على الصين وعلى إيران حلفاء النظام السوري. البعض يرى أن في ذلك رؤية مطابقة لرؤية الخليج، بالتالي يرسل رسالة إلى الغرب بأنه يعني ولاؤه أصبح باتجاه آخر في هذه المرحلة. لا اتفق مع هذا الراي، ان الرئيس مرسي الان كما ذكرت في بدايه المداخله انه يريد ان يقول انه سيتجه غربا وشمالا وجنوبا الى كل الاتجاهات حيث تكون مصلحه مصر وتكون مكانتها المتوقعه لها خاصه في السياسه الخارجيه. ان يكون هذه الاشاره للمجتمع الغربي او الخليجي ليست هذه اشاره ان يكون مصر تضغط على الصين، بقدر ما هي الان اصبح لغه الضغط مرفوضه شعبيا وسياسيا، اصبحت لغه الحوار ولغه التفاهم والوصول الى حلول وسطى، خاصه ان مصر والصين متقاربه جدا في وجهه نظر ايضا حتى اتجاه الازمه السوريه، يعني ليس هذا فيه اشكاليه، مصر ترفض التدخل العسكري والصين ايضا ترفض التدخل العسكري، ولا يختلفان الا فقط في طريقه انهاء الازمه السوريه، بما ان مصر تطالب برحيل اسد والصين ما زالت متمسكه بهذا النظام وما زالت ترى ان فيه مصلحتها يعني. لكن ما الذي يمكن ان يقدمه الرئيس المصري لاقناع، لن نقول للضغط ولكن لاقناع ايران او الصين بتعديل الرؤيه فيما يتعلق بالقضيه السوريه، ما لم يستطع ان يقدمه لا الامم المتحده ولا الجامعه العربية ولا غيرها من الأطراف الأخرى التي لديها يعني أوراق شد وجذب أو ترغيب وترهيب إذا صح التعبير؟ ما الذي يملكه الرئيس المصري مختلفا عن كل هذه الجهات؟ دعينا نتفق أن الإدارة الأمريكية وجامعة الدول العربية وكل هذه المؤسسات التي سعت لحل الأزمة السورية لم تسعى بطريق الحوار، ولكنها سعت بطريق الضغط وفرض السيطرة وإجبار الصين وروسيا على أن تغيير موقفهما. فهذه اللغة لا تفيد كثيرا مع الصين، وترى الصين أنها ند لأمريكا سياسيا ودوليا، وتريد أنها إذا اقتنعت بالإدارة الأمريكية ووجهة نظرها هذا يسيء إليها دوليا. لكن الرئيس المصري المنتخب ربما يكون يفعل لغة الحوار، ربما يفعل لأنه لا نستطيع حل أزمة بعيد عن الفاعلين الأساسيين في الأزمة، ومن الصين وروسيا وإيران أيضا هم فاعلين أساسيين في الأزمة السورية، فكيف نريد حل أزمة بعيد عن الحوار مع هؤلاء الفاعلين الأساسيين؟ فمرسي سيلجأ إلى الحوار، ولا أظن أمامه غير هذه الفرصة أن يشجع هذه الحوار، ربما يظهر بعض الأوراق التي هي يعني قد تكون ضعيفة في هذه المرحلة، لكنها مثل مثلا أن مصر بوابة أفريقيا الشمالية أنها سيفتحها أمام الصين أمام الاستثمارات، وهذا يتطلب تعديل في الموقف السياسي تجاه الأزمة السورية، وهذا ربما توافق عليه الصين لأنها ستوافق من مكان قوي وليست من مكان ضعيف أو تحت أي ضغط، لا يكون هناك ضغط بل ستكون هناك لغة حوار قوية جدا، لغة حوار فيها ندية أيضا بين الطرفين وليس فيها تكبر أو استعلاء على أحد يعني. أستاذ علاء فاروق الخبير بشؤون آسيا الوسطى وروسيا منضما إلينا من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا.